الحمد لله رب العالمين على كل شيء. الله يرحمه داوود. الله يخليك. واحنا بابا المصاب الدنيا تقدر الخير كله. آيات عطر من القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا نقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولم تكن تقتلنكم بشيء من الخوف والجوع وأقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بالحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. شدوا حالكم والحمد لله رب العالمين على كل شيء. وأنا الحمد لله رب العالمين مع أبي أسكيحة وعالية بن نفوش. إن شاء الله رب العالمين الفرج المسلم. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.